الامريكان اجبروا اليابانيين بالعافيه ان هم يفتحوا لهم الموانئ ويكسروا العزله بعد ما هددوهم بسيناريو مخيف جدا جدا. ده ادى لانهيار السلطه اللي كانت مسيطره على البلاد لألف سنه وهي سلطه الشوجون، وبدا يطلع للحكم شباب من الساموراي صعايده اللي هم من الجنوب ويلتفوا حول الامبراطور. هيصطدموا بقى بالامريكان والانجليز والروس وتحصل حرب عالميه، ولا هيعملوا ايه في الموقف الصعب ده؟ ده اللي هنعرفه في حلقه جديده من سلسله اليابان منذ النشأة حتى الآن، فأهلا بك. ما بعدش يا جيمي. زي ما قلنا ان توكوغاوا دول خدوا الحكم بعد هيديوشي اللي وحد اليابان، هم مش الامبراطور ولكن زي ما قلت في منصب كده حطوه اسمه الشوجون عشان السيطرة على الحكم، ويفضل الامبراطور شخصية هامشية. وقعدوا خلال قرنين من الزمن بعد ما طردوا الاجانب والمسيحية قافلين على نفسهم، مش مهم ان هم يتبقوا متخلفين اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا، قطعوا نسل الشعب، ما بقاش الشعب بيزيد حتى في معدل السكان، وكان كل شيء في تراجع. وقال لك لا، احنا العزلة ثم العزلة ثم العزلة، ومالناش دعوة بالكوكب الشرير ده. وغزوا الناس بهذه الفكرة، وكمان نشروا أفكار الكونفوشيوسية اللي هي بتخلي العبيد يرضوا ان هم يبقوا عبيد والأسياد يفضلوا أسياد، والأمور مستقرة لمدة قرنين من الزمن، لحد ما حصل تغير جوهري جدا لما الأمريكان اللي عايزين يصيدوا حيتان ويعدوا في المحيط الهادي، وهم والإنجليز قال لك لا احنا عايزين اللي يفتحوا لنا الموانئ يا جماعة عشان تستفيدوا ونستفيد، قال لك لا والله عليا الحرام لو حد جه من هنا هنقطع رجله. ده كان المرسوم فعلا، اللي هيقرب من الاجانب هنقطع رجله يعني وهنذبحه. ولكن لما جم الامريكان بالاسطول القوي والكبير والمرعب بالنسبه لليابانيين، اضطرت حكومه توكوجاوا والشوجون ان هم يوقعوا معاهم، رغم ان الامبراطور قال لهم لا وممنوع، والحكام المحليين قالوا لهم لا، بس هم اترعبوا من الامريكان لان فرق القوه كان كبير جدا جدا. فبدات تنهار سلطه التوكوجاوا والشوجون، وبدا يطلع ليه سده الحكم شباب من الساموراي اللي التفوا حول الامبراطور وكان ليهم ايمان كبير جدا بيه، وبدا يحسوا الله ايه لازمه الشجون بقى طالما انتوا لحميتوا البلد ورضختوا والكلام ده كله. فبدا عندهم تحدي كبير جدا، ان هم بجانب ان هم ما عندهمش خبره في الحكم، وبجانب ان في تكتل ضدهم من الدوله العميقه، بس هيعملوا ايه مع الاجانب؟ هل يخشوا معاهم في حرب؟ لما قتلوا مواطن انجليزي، الاسطول الانجليزي دهم على قفاهم لحد ما يعني فرم. فهنا بيحصل حاجه من اتنين للاسف عندنا بالذات في الدول العربيه، لما تبقى انت قدام قوه عظمى حاجه من اتنين، يا اما تبقى زلنطحي انا بعمل فيك واوريك وان شاء الله مش عارف ايه لحد ما ايه تتدمر بالكامل، اول حاجه التانية انك تفضل دلدول ليهم طول العمر، عايزين يا باشا احنا عنينا احنا خدامين ليكوا احنا تابعين ليكوا بس احمونا من الناس الوحشه اردونا. هم عملوا بقى سيناريو تاني، لا ده ولا ده، انا مش هبقى غبي واحمق واخش في حرب معاهم واتدمر، في نفس الوقت انا مش هبقى تابع ليهم، اسلم حل تحمي نفسك من الغرب هي غربانة البلاد، ان انا اخد كل القوة منهم وكل العلم وكل النفوذ واطور نفسي عشان اقف ضدهم وضد اي حد وما بقاش تابع لاي حد، وده كان من اروع ما يكون. ليه بقى؟ لان هم ادركوا ان فرق القوة رهيب، ان هم ما عندهمش اساسا جيش، احنا قلنا الجيش ده كانوا جم شوية مقاتلين ساموراي وشوية فلاحين دخلوهم، وبدأوا الناس متضايقين الساموراي ان انت بتساوينا مع شوية فلاحين، فبدأوا يرجعوا الفلاحين للأراضي ويسحبوا منهم السلاح، ويفضل للساموراي بس انت شوية مقاتلين بسيوف، هتخش بقى على مدافع واربجهات وحاجات كبيرة، اكيد مش منطقي. فهم حسوا ان في فرق كبير جدا، واحنا عندنا حالة تخلف كبيرة جدا، يبقى اسلم حل عشان ننجو من هذه الازمة ان احنا نتعلم منهم من دون ما احنا نبقى مسخ وتابعين ليهم. رقم واحد، عملوا اصلاحات كبيرة جدا جدا، قال لك لا، اول حاجة مفيش تفرقة بين مقاتلين الساموراي والفلاحين، كله يدخل الجيش وكله يمسك البنادق وكله يبقى زي بعض، مفيش انا الباشا وانت العبد ولا انا السيد وانت مالكش لازمه. قال لك لازم عشان نبني جيش محترم لازم ان احنا نوحد ما بين الناس، ودول استطاعوا بعد كده ان هم يهزموا توكوجاوا، وبدات تبقى السلطه في كيوتو، او بعد كده طلعت طوكيو يعني كعاصمه، وادوا خلاص كانت عاصمه قبل كده راحت ايه لحال سبيلها. يعني هم بداوا ياسسوا الجيش على الاول على الطراز الفرنسي، وبعد كده لقوا في الوقت ده ان الطراز الالماني افضل، فقال لك خلاص خلينا نستفيد من الالمان في التطوير، مش فكره ان انا تابع ليك وبقلدك وخلاص، لا انا استفيد بالافضل من عندك، مش ان انا هفضل ايه اخد وخلاص. طيب هم عندهم ازمه كبيره جدا ان اليابان دي ظاهريا موحده بس هي مجتمع اقطاعي، اراضي والنفوذ مع شويه عائلات، والدوله ضعيفه وهشه لان هي دوله على الورق بس يعني. فهنا قدامنا السيناريو من اتنين، لو سابوا البلد للاقطاعيين والكلام ده كله عمره ما هيبقى عندهم بلد قويه وعندهم سيطره ونفوذ، لان يعني دي اراضي الدوله اصلا، تخيل اراضي الدوله ومواردها متقسمه على شويه ناس. لو خدوا الاراضي دي بالقوه وبالجزمه زي ما بيحصل في دول وتامم وتاخد وتعمل حاله
عداء كبيرة جدا مع العائلات دي. هم عملوا برضو سيناريو ثالث من أروع ما يكون، إن هم راحوا بالطرق السياسية والدبلوماسية أقنعوا أكبر عائلتين، وهم بدأوا بأنفسهم لأن هم من عيلة معينة هي اللي بقت بتدير الحكومة، نقول بتدير الحكومة. أول حاجة إن العائلتين دول بنفسهم بعد ما أقنعوهم إن هم سلموا الأراضي للدولة والإقطاعيات للدولة، فلما أكبر عيلتين يعملوا كده بدأ الباقيين يقتدوا بيهم. شوف الروعة ان هم اقنعوا الناس ان يا جماعه احنا كده مش هنبقى دوله، وانتوا كده واخدين اراضي واحنا مش عايزين نخش في سيناريوهات وحشه مع بعض. فبدات الناس تقتنع، وبدات هي اللي تسلم الاراضي عن طيب خاطر للدوله، وبدات الناس تقتدي بيها وخلاص. قالوا لهم طب انتوا خلاص خليكوا زي ما انتوا حكام محليين، سند الاراضي دي مش تبعكم، خدوا عشرها على انها اجور. فبداوا يعملوا لهم مرتبات كبيره عشان يرضوهم. اسوأ شيء هو الغش، عشان كده السياسه هو فن الممكن، وازاي ان انا اعرف ادير بشكل سلس. اسهل حاجه بصوا حاجه من اتنين، يا عم بصوا خليكوا كده والبلد تفضل بايظه وانا اعمل ايه، او حاجه هاتوا بقى يا جماعه الاراضي دي وهنموتهم. اما فكره تقنعهم وتديهم مرتبات عاليه وتسترضيهم، ده كان اسلم حل ومن اروع ما يكون. ليه بقى هم عايزين يعملوا كده؟ عشان عايزين يعملوا اصلاح اقتصادي وعسكري. وهم قرروا الاتي، قال لك ماشي احنا هننفتح غصب عننا عن الاجانب وناخد منهم الحلو من كل شيء، ولكن احنا مش هنبقى خاضعين ليهم. طب ايه اللي بيخليهم خاضعين لي؟ قال لك رقم واحد، احنا مش هناخد قروض من الاجانب خالص. ان انا هديك قروض بفوائد عاليه جدا مش هتعرف تسدد، هبدا مقابل هذه القروض والفوائد ان انا ابدا اخد ممتلكات عندك، فانت كده مالكش سياده عندي. لا احنا مش هنقبل بهذا المخطط الاستعماري. طب احنا دلوقتي عايزين تطوير، عايزين فلوس، عايزين ندرب الناس. قال لك خلاص انا هجيب افضل الافضل من الغرب كخبراء يجوا عندنا، وقال لك هنقيهم بعنايه شديده، مش نجيب واحد لمجرد انه اجنبي يبقى اساسا هو ماسك مثلا عصابه هناك، فاجنبي ده خبير اجنبي تعالى يا باشا. قال لك لا، بعنايه شديده. ايه اللي هيخلي الاجنبي الاوروبي ولا الامريكي ولا غيره يسيب البلاد بتاعته ويجي لك انت الحته المتخلفه اخر الدنيا دي؟ قال لك احنا مش هنقدر نغريهم بشيء غير الرواتب العاليه، بدل ما اخد قروض ولا اصرف في مشاريع، لا انا استثمر ده ان انا اجيب خبراء تقال جدا جدا يجوا يعملوا عندي انا نهضة. عمل اصلاح اقتصادي ومصرفي كبير، فقالك لا لازم عملة موحدة زي الدول المحترمة. فطلع الين وقعد خلال 20 سنة محافظ على قوته بنص دولار. احنا كمان عشان نقوي الجيش زي ما قلنا هم سمحوا للكل يدخل، قالك لا تبقى الخدمة اجبارية على الجميع، فلاحين زي الساموراي زي اي حد، فاجبروا الساموراي كمان ان هم يسلموا السيوف بتاعهم، لان دي كانت هي الرمز. بقى ايه احنا بنحط بعض الرموز، رمز للسلطة وللنفوذ وللقوة. قالك لا مش هينفع ان احنا نبقى دولة محترمة من غير مساواة وتتساوى امام القانون. فطلعوا قرار ان الناس سواسية امام القانون، لدرجة في ناس ما يعني في حوالي 2% من الشعب اسمهم المنبوذين اليابانيين، ما تعرفش بقى زي حاجة زي البدون. قال لك جميع الناس سواسية امام القانون بما فيهم المنبوذين اليابانيين. ما بيروحوا بعثات ما بيروحوش يلا ادي ابراهيم روح يا دي اطلع يا دي انجلترا يا دي شوف اي حاجة هناك حلوة ادرسها وتعالى، لا بدأوا ينتقوا. يقول لك احنا هناخد من الامريكان طرق التجارة والبيزنس، ركز في كده. هناخد من فرنسا أنظمة الحكم والإدارة، هناخد من ألمانيا فنون العسكرية والطب. بدأوا يركزوا إن كل دولة ياخدوا منها فايدة محددة تكون الدولة دي متميزة فيها بشكل كبير، ولو اكتشفنا دولة أحسن من دي هنوقف من دي وناخد من دي، ولازم ناخد العلم. طب أنا دلوقتي عندي خبراء جبتهم، زي هعمل نهضة من غير تعليم؟ انت عمرك ما هتبقى بلد قويه وهيبقى عندك اقتصاد قوي اللي هيخلي عندك جيش قوي ويخلي عندك نفوذ من غير تعليم. طلعوا قرار بالتعليم الاجباري، وفي اول القرن العشرين يعني بدا كل طلبه اليابان موجودين في المدارس جميع الطلبه. هل الدنيا كلها حلوه كده ومثاليه والناس كذا والناس قدمت الاراضي وقدمت البتاع وراحوا خدوا وتوته توته واحنا لا احنا مش في المدينه الفاضله؟ فضل قسم معين وقسم كبير جدا من الساموراي حاسين هتخلى عن نفوذي كده بقى زي اي حد، انا كده بقى ماليش لازمه، لا ما ينفعناش الكلام ده. فبدا يحصل تمرد كبير جدا جدا، ودي آفة في البشر. عارفين الناس اللي بتألف النعمه؟ يعني الحديث اللي هو شوشانه فان النعمه لا تدوم، يعني ده مهم قوي. تبدا معاناه البشر لما يحسوا ان هم افضل من الاخرين، تعبوا نفسيا جدا جدا. ان انا ازاي انزل في نفس المكان اللي فيه ده اللي هو دون المستوى، وازاي عملت ايفالويشن ان انت افضل من الاخر؟ تبدا ترتاح نفسيا لما تعتبر ان انت ولا حاجة.
وده حقيقي، ان انت كل اللي عندك ده بيبقى كرم من ربنا، نعم ربنا بيدالك، ممكن ياخدها في اي لحظه. مش معنى كده هتبقى عبد الاخرين والاخرين ولا حاجه، والله تعيش كده بصفاء ومرتاح. انت اعتبر ان انت كل ما تملكه هو ليس ملك، ان كل دي فضل من ربنا وهو بيديها لك تستمتع بيها الوقت ما يجي ياخدها منك في اي وقت ما تتضايق. زي اللي مثلا الموظف اللي بعتوه مثلا شركه يبعتوه المالديف، والله احنا هنبعتك شهر تهيص وهنصرف عليك، فيرجع يقول لك لا يا عم ده انت شركه زباله، انا عايز اعيش طول عمري في المالديف وتفضلوا تصرفوا عليا. هنا بتعتبر ان الشخص ده جاحد، ودي كانت مشكله الساموراي. هم خدوا بنفيتس كتير قوي، وكان فتره التوكوجاوا طوروهم وليهم مدارس معينه وما يحتكوش بالشعب، فلما جت موضوع المساواه وبداوا يسحبوا الاراضي وبداوا يسحبوا السيوف وبدات الناس كلها تبقى زي بعض، قال لك لا يا عم ملعون ابو كده، انا بقى اتمرد على الدوله. وتجمع 40,000 مقاتل في مقاطعه وقال لك احنا اساسا مش هنقبل بالكلام ده وعلى جثته. وبالفعل سحقوهم جيش الفلاحين والساموراي التانيين اللي هم بيشوفوا ان هم اقل منهم. سحقوهم ليه بقى؟ لان دول عملوا الاسس الصحيح، بنوا جيش صح لازم قائم على المساواه وعلى الاسس العلميه الحديثه. التانيين النظام البائد بقى اللي شايفين ان انا لا انا بقى ايه، انا افضل من الناس وانا مرجعش وانا دول شويه بهايم انا هقضى عليهم، هم اللي تم القضاء عليهم. ليه بقى؟ لان هم ما تكيفوش مع فكره ان انا ابقى زي غيري، ان احنا البشر كلهم متساويين. انت لما تعيش احساس ان انت افضل من الاخر ما بتعرفش تعيش حياتك. اقعد في المكان ده لا هيتبص لي بصه مش عارف، خليها على الله، لان انت كل شيء ممكن يزول منك في لحظه وهتعمل زي الساموراي وهتاخد بالجزمه القديمه. لما تعيش بفكره والله انا مش احسن من حد ولا حد احسن مني، انا عايش كده ايه الحياه ببساطه، بستمتع اللي انا عايزه بعمله، ما باذيش غيري وخلاص على كده. ليه اقعد افكر هو ده احسن ولا أحسن؟ في ناس بتسال بعض على انواع ماركات العربيات عشان يشوف هو احسن ولا لا، ده كله مرض نفسي. نتيجه كل ده بيبقى عدم الرضا، تعيش في البؤس كده ان انا حاسس ان انا كذا وانا المفروض اخد المنصب ده. مين اللي فرض؟ ليه انت فرضت ان انت كذا؟ ما تعملش ايفالويشن لنفسك، سيب ربنا هو اللي يحطك في المكان اللي هو عايزه، انت اجتهد وخلاص مالكش علاقه بشيء، لان نهايتك ما تبقاش زي نهايه دول الساموراي اللي رفضوا هم ينصاعوا للنظام الجديد. بدات فعلا اليابان تبقى دوله محترم، عندها سيستم اقتصادي، سيستم عسكري قوي، تعليم في كل حته. هنا بدات اليابان تبقى قوة عظمى. زي بدأت قوة عظمى ان هي تاخد من الاخرين الافضل فقط مش تقلد، مع الحفاظ على كرههم للاجانب. هم عمرهم في وقت من الاوقات بعد بقى التغيرات دلوقتي والعالم بقى قرية صغيرة والكلام الدنيا اختلفت، بس في هذه الوقت ما كانوش بيحبوا الاجانب. فمش معنى ان انا بكره فلان او انا مش بستلطف فلان ان انا اسيب كل العلم اللي عنده واحتقره، او ان انا ابقى دلدول ليه واقعد اقلده في مقابل. هم كانوا بيحافظوا على الهوية بتاعتهم جدا، ويحافظوا على ديانتهم، ويحافظوا على قوميتهم، وما بينبهروش غير بعلم الاخر يجيبوا الافضل فقط عشان يتعلموا منه ويقولوا له شكرا، لحد ما هم بقوا خبراء في مجالات كبيره جدا جدا. عملوا دستور ان احنا لازم يكون في دستور بينظم العلاقات ما بيننا ومعروف ده بيعمل ايه وايه. طيب الشعب ده مش هيبقى ليه صوت، راح عملوا مجلس تشريع، عملوا كل الاصلاحات اللي تتخيلوها. بعد الاصلاح بدات تبقى قوه عظمى، بعد ما كانت هي خضعت للقوى العظمى على اساس اضعف، هي شويه شويه هتبقى قوه عظمى وهتفرض ارادتها وسيطرتها، وتعلم الروس الادب وتعلم الامريكان وتعلم الصينيين وهتعلم الجميع الادب. ولكن للاسف هتقع في الافتراء، ده هيبقى ليه عواقب كبيرة جدا جدا، هنشوفها الحلقة الجاية، فانتظرونا.